بقول له كابتن بعد اذنك عايز العب كوره، فبص لي بحقاره كده وقال لي روح اقف جون. طب يا كابتن بعد اذنك انا عايز العب. لا روح اقف جون، انت تخين اقف جون. حاضر يا كابتن حاضر. فوقفت في الجون وتخيلت بقى ايه المهاجم اللي دخل عليا، شايف واحد بغل واقف في الجون سدد الجون وكان بعزم فيه شوط الكوره. المره الوحيده اللي جت جت في الكرشي، ولاول مره نلعب الهجمه المرتده والله. بس الحمد لله يعني لعبت كوره. دخلت الثانوي عام، الثانوي عام اصحابي كلهم كانوا صايعين، كانوا فشله من الاخر يعني بيكتوا، فانا قلت كنت زيهم. بس جيت احط رجلي على الباب ما عرفتش، فانا قلت اهين نفسي، ما قلق يعني اهين قرش ما وينش نفسي. اديت 5 جنيه البواب خرجني زي الفل. بعد كده قالوا لي لا احنا عندنا حفله سينما. قلت لهم ايه؟ قالوا لي سينما. قلت لهم طب هنتفرج على ايه؟ قالوا لي هنتفرج على فيلم القشاش. قلت له ايه؟ قال لي قشاش. قلت له صافي نظر. قال لي اول نعمه صافي نظر. قلت له اقسم بالله لاجي معاكم، وهكت يعني هكت. قلت لهم تاني يوم انا معاكم، وحضرت نفسي بقى ولبست لبس الخروج وزي الفل. باشا باشا اقسم بالله 15 واحد واقفين قصاد الباب. اصل احنا مدرستنا جمال عبد الناصر، عارف هي يعني حته باب كده وفي خرم صغير، الخرم الصغير ده بتحط رجلك عليه بتنط بره، فانا ما بعرفش اعمل كده. فقلت لا انا هجرب. 15 واحد واقفين عند الباب، الاول نط، الثاني نط، الثالث نط، جه عليا الدور قلت باص، الرابع نط، السادس نط، الناس كلها نطت مع انا الوحيد اللي واقف جوه، وهو من نفس الخرم ده، يلا يا بوجي يلا، صافي ناس هتعمل عمال فظيعه. قلت لهم ايوه عارفها عارفها، يلا. قلت لهم طيب اهو. نفس الخرم والله. يلا روحوا روحوا روحوا، انت ماليش طول على سفينات، يلا باي باي، يلا سلام يا جماعه. فما صاحبتش ولاد، قلت صاحب بنات البنات تنفعني ولا حاجه. ايوه فصاحبت البنت اللي هي ممحونه شويه، اللي هي تيجي تمسك ايديها تقول لك لا اتكسف امسك صباعي، عارف اللي هم بيشبكوا صوابع دول، عارف انت الناس دي ماشي. فبتقول لي الله شايف يا بوجي السحابة عاملة ازاي؟ والله عاملة شكل قلب، وهي بتبقى بتمطر على فكرة. وحياة ربنا. فبتقول لي شايف السحابة عاملة شكل قلب ازاي؟ لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، وتديني حضن جامد قوي. البنت دي حسيتها هي غلط. فسبتها ومشيت. يعني عادي. ماشي فصاحبت البنت الشديدة. البنت اللي هي تحكمك، اللي هي تبقى ماشي معاها تقول لي بوجي خس. حاضر يا حبيبتي هخس. بوجي العب رياضة. حاضر يا حبيبتي العب رياضه، وقبل ده كله البس كرسيين. فين ولا فين؟ ما انا كل ما اخاب حضرتك. فجيت بقى اللي هو عارف اللي حبيبتي بعد اذنك بس البنطلون بتاعك مش ضيق شويه؟ بقول لها البنطلون بتاعك مش ضيق شويه؟ قالت لي ايه يا عينيا؟ بنطلون ضيق؟ هو مش انت راجل وهتحميني ولا ايه؟ قلت لها حضرتك انا راجل بس بتضرب. والله هرجع انا بس بتضرب. فسبتها سبتها ومشيت. فصاحبت البنت اللي هي اتخن مني، اللي هي زلها، اللي هي مثلا في الفالنتاين اجيب لها طاجن كشري كبير فويل هتمشي معاها، هتجيب لي علبه وينجز هتمشي معايا. بس مشكلتي معاها ان ما بعرفش اخد حقوقي منها، يعني مثلا اجي ابوسها فورتها عادي ما فيهاش حاجه. فما يعني بص احنا اصلا ما اتجوزناش، فهي اصلا عندها بيبي هنا وانا كمان عندي بيبي هنا، فما كنتش بطلها اللي هو. فبدات اتضايق من الكشافات والله. فسابتني. فبقول لها ليه؟ قالت لي احنا خلينا اخوات. فبقول لها ليه اخوات طيب؟ قالت لي عشان انت تخين. طب ما انت ايه يعني؟ برميل تورش واقف قصادي عادي ما فيهاش حاجه. قالت لي لا انا ابن خالتي في الخليج وهيجيب لي شقه ورفيع جدا. قلت لها يلا اتكلي على الله يلا. يعني انا واحد من الناس اكتئبت والله اكتئبت. فجيت هنا مخصوص واقول لكم حاجه، انا اصلا مش تخين. شكرا جدا، كان معاكم محمد بوجي. لحظات ويبدأ العرض المسرحي في مكان ما.
تأليف إسلام رمضان وإخراج عبد الرحمن لاشين.